مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة بتعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية في الشرق الأوسط. صرح جديد بيعكس رؤية مصر للنهوض بالفن والثقافة بالجمهورية الجديدة، أيضا تنمية الهوية الوطنية. خلينا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكثر عن مدينة الثقافة والفنون في سياق هذا التقرير. هي أكبر مدينة فنية وثقافية في الشرق الأوسط، صرح بقلب العاصمة الإدارية الجديدة يعكس رؤية مصر للنهوض بالفن والثقافة بالجمهورية الجديدة، بما يسهم في تنمية الهوية الوطنية والتعبير عن القيم والمبادئ الإنسانية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والحوار مع العالم. إنها مدينة الثقافة والفنون. تمتد مدينة الثقافة والفنون على مساحة 127 فداناً، وتضم 12 مبنى فني وثقافي ما بين مسارح ومكتبات ومتاحف وقاعات عرض ودار أوبرا فريدة من نوعها. تهدف المدينة إلى أن تكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي للمنطقة، وأيضاً إلى تشجيع التواصل والتبادل بين الفنانين والمثقفين والجمهور، وتقديم العروض والحفلات والمعارض والمؤتمرات والندوات العالمية والمحلية، وتوثيق تاريخ مصر وحضارتها وفنونها. من أبرز المباني في المدينة دار الأوبرا، التي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط بسعة 3500 فرد، ومجهزة بأحدث التقنيات الهندسية وأنظمة الإضاءة والصوت، وتضم قاعة للعروض الأوبرالية والموسيقية ومتحف للأوبرا وتاريخها بمصر، ومكتبة موسيقية واستوديو تسجيل صوتي وثلاث قاعات للتدريب على الغناء والعزف. كما تضم المدينة مسرح رمسيس الثاني، وهو مسرح مكشوف يستوعب 30,000 شخص، ويقام فيه حفلات عالمية ومحلية على أرض مصرية. والمسرح مستوحى من معبد أبو سمبل، ويضم تمثالاً ضخماً للفرعون رمسيس الثاني. كما تشمل المدينة أيضاً قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخص، مجهزة بأحدث التقنيات، وتقام فيها حفلات تكريم وتوزيع جوائز ومؤتمرات وندوات، بالإضافة إلى المسرح الصغير الذي يضم قاعتين تستوعبان 750 فرداً للعروض الخاصة، ومسرح الجيب الذي يستوعب 50 شخصاً، ومسرح الحجرة ومركز الإبداع الفني، وقاعة العرض السينمائي التي تتصل بالأقمار الصناعية لعرض الحفلات الفنية المختلفة. ومن المباني الثقافية المهمة بهذا الصرح الذي ولد عملاقاً متحف عواصم مصر، الذي يروي تاريخ مصر من خلال سيناريو عرض متحف متفرد وصور ووثائق للعواصم القديمة والحديثة منذ الفراعنة وحتى العصر الحالي. ومتحف للفن الحديث بحديقة الأوبرا يضم محتويات متنوعة للفنانين عالميين ومصريين، ومكتبة العاصمة الإدارية التي تتسع ل6,000 شخص، وتضم أقساماً لفنون الرسم والنحت والموسيقى والأدب والشعر، وتحتوي على مجموعة كبيرة ومتميزة من الكتب والمراجع والمخطوطات والوثائق النادرة.